معنا عبر الهاتف من الشارقة الدكتور عدنان خليل الساجي، أخصائي أمراض الأمراض الجلدية. مرحبا بك معنا دكتور عدنان. يعني الله يكون بعون الجميع والله يعافينا من موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة. ما النصائح التي تقدمها لكل من يستمع إلينا الآن ويشاهدنا للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة هذا غير المسبوق، إضافة إلى الرطوبة أيضا الغير مسبوقة؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كل ما ترتفع درجات الحرارة، خاصة اللي أول الناس اللي يتأذون بالحرارة اللي هم جلودهم اللي هم سمراء تكون داكنة وليس البيضاء، لأنه يمتص الأشعة فوق البنفسجية المؤذية الموجودة في الشمس، وخاصة في وسط النهار الحرارة الشديدة تؤدي إلى التعرق الزيادة، فيفقد الإنسان الأملاح الصوديوم والبوتاسيوم، فيؤدي إلى خلخلة في الضغط. ثانيا على الجلد، بعض الجلود عند الناس عندهم أمراض في الغدة العرقية في الجلد، هذه الأمراض يكون ما يتبخر أو ما يخرج العرق أو ما يتبخر من الجلد فيبقى محبوس في الغدة العرقية، هذه بعض الأمراض في الجلد هي مو طبيعية. طبعا لازم المفروض العرق يخرج برا ويتبخر عشان هو يلطف حرارة الجسم، يضرب العرق يضرب الهواء ويتلطف الجسم يتبخر تنزل حرارة الجسم، بعدين ذولا يحتبس عندهم العرق داخل الغدة العرقية، والعرق يتكون فيه أملاح ومواد سامة وفيه أحماض، هذا العرق يستنى وينحصر فيه الغدة العرقية جنب نهايات الأعصاب، يهيج نهايات الأعصاب يؤدي إلى النغزة والحكة شديدة وعدم راحة الجلد واحمرار مع حكة شديدة وعدم راحة. ننصح هؤلاء الناس الابتعاد عن التعرض للشمس وخاصة عند الظهر وشرب السوائل الزيادة. ثانيا بالنسبة لهم لازم يستعملون الواقية، الآن الواقية استعماله من الساعة 10 لغاية الساعة 3 وسط النهار، لأنه هذه الساعات يكون الأشعة فوق البنفسجية متوفرة الضارة متوفرة. بعد الساعة 3 غير موجودة الأشعة البنفسجية الضارة، قبل الساعة 10 صباحا غير متوفرة أيضا، غير مؤذية للجلد. الناس عندها عرف يحطوا واقي الشمس من الصباح إلى الليل، وهذا خطأ. الأشعة المؤذية من حصول من 10 إلى 3 بعد الظهر، بعدين كثر منتصف النهار لازم يعني. منتصف النهار نعم. بعدين اللي يسموها هذه اللي يسموها بالإنجليزي ملاريا روبرا، فيها من 3 أنواع. هذه تكون عبارة تشبه حساسات الأكزيما، تشبه الحساسية ساعات هذه، ويكون حمار وإزعاجات. قول له الشخص هذا يشرب سوائل دافية باردة تصير زيادة، وما يدخل سوائل مواد حارة، الشاي يبرده يلا يشربه، الحليب يبرده يلا يشربه، الأكل يبرده يلا ياكله، ما يدخل في جوفه أي شيء زي حار، يعني هذا الحرارة تزود التعرق الزيادة. الانتقال من بيئة إلى بيئة، يعني من بيئة مكيفة ودرجة حرارتها باردة إلى الأجواء الخارجية الحارة جدا، هل يؤثر بشكل مباشر على الجلد؟ هذا يؤثر على الجلد طبعا، انه انت بالنسبه للجلد، الجلد هذا اذا متعود على حراره معينه، هو يعني 37.5 درجه حراره، تحطه ب 40 تحطه الى 20 بيتاثر طبعا، يصير تقلصات وتوسعات في الشعيرات الدمويه، ما يؤدي الى يبوسه في الجلد. فنصيحتي الى هؤلاء الناس ان ما ياكلوا السوائل البارده وما يشربوها، ولا السبايسي التوابل الاشياء الحرقه في جوفهم، ويشربوا سوائل كي لا تزداد الامور سوءا. على كل الأحوال شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه النصائح، الدكتور عدنان خليل الساجي أخصائي الأمراض الجلدية متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الشارقة.